مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. يوم جديد، نهار جديد، وأتمنى لكم يوم موفق أو ليلة سعيدة في أي وقت أنت تتابع هذا الفيديو. مرحبا بكم مرة أخرى. يوم جديد ونهار جديد، وموضوعنا بالتأكيد جديد وعلى السريع. الكثير من الإخوة راسلوني عبر حسابي في الفيسبوك، لمن لم ينضم بعد في حساب فيسبوك فهو يحمل نفس اسم القناة، قناة الفلاحة والطبيعة Agriculture and Nature. مرحبا بالجميع. اليوم سنتطرق إلى موضوع على السريع وفيما يخص هذه البقع على الثمار. كما تلاحظون هذه شجرة رويال، إثمارها ممتاز هذه السنة رغم أنها كانت ضعيفة في السنة الماضية بسبب خلل في المياه. قمت بتصحيح الموضوع عبر التقليم الجيد، وأيضا التربة، حرض التربة وإضافة الأسمدة اللازمة، والنتيجة جد ممتازة وأنا راضي عليها بكل تأكيد. لازلنا في المرحلة التصحيحية. إذا لكي لا نذهب بعيدا عن موضوعنا، قلت هذه البقع الحمراء وغيرها، هنالك الكثير من الحالات. مثلا أنا لدي ثلاث حالات الآن سأقوم بشرحها لكم، ونبدأ بالحالة الأولى. هذه الحالة في الأغلب تكون داكنة جدا أصدقائي، وتكون في هكذا كما تلاحظون. هذه سببها أنها كانت تمس يعني ثمرة بجانبها، أو كانت متكية على غصن. فمثلا هذه الثمرة بالضبط التي أتكلم عليها كانت متكية على هذا الغصن هكذا، وهذا ما يسبب لها هذا الوشم إن صح التعبير، أو يترك لها هذه الآثار. فلا تقلق أبدا صديقي العزيز. أما في الحالة الثانية، كما قلت أصدقائي أنا أشرح على السريع، يمكنكم إرسال الصور أو محاولة ترك تعليقات إذا كانت لديكم حالات أخرى، وسنسعد بالإجابة عليكم، أو جعل أو عمل فيديو إذا كان الموضوع يستحق. قلنا الحالة الثانية تجد هكذا بقعة أو بقعتين داكنتين هكذا، لكن فقط في هذه يعني الوضعية لاحظ إذا كانت هذه البقع على الجهة المقابلة للشمس. مثلا هذه الثمرة، هذا الوشم أو هذه البقع ليست مقابلة أبدا للشمس، فهي في الوجه الذي أو في الوجه في الأسفل. قلت بأنها بسبب اتكائها على هذا الغصن. أما إذا كانت هذه البقع على الوجه الذي يقابل السماء، خاصة الشمس فترة الظهيرة، فهذا ما يسمى بضربة الشمس، وتكون النتيجة احتراق الثمار هكذا بسبب ضربات الشمس، وللأسف ليس لها علاج. وبطبيعة الحال هنالك يعني بعض الحالات هكذا، لكن لن تجدها بشكل كبير وكثير في أشجارك، فقط حبة حبتين ثلاث حبات في شجرة ما شاء الله. ننتقل إلى الوضعية الثالثة على السريع أصدقائي. لاحظوا هذه البقع كما تلاحظون هنا تأتي أيضا على الشكل الجانبي في الحالتين، مقابلة للشمس أو الأسفل أو غير مقابلة. هذا ما يسمى بمرض التقشب أو التخشب، وهو مرض فطري له عدة أسباب خاصة الوراثية منها، ولكنه يتشكل أيضا بعامل الضباب الكثيف في فترة الإزهار وفي بداية العقد، يعني في شهر في أفريل عفوا إلى شهر ماي كما تلاحظون. ها هي، هذا مرض التبقع، يمكنك التدخل في فترة في فترة الإزهار برش المبيدات اللازمة، وأيضا بعد العقد. تجدون في القناة أيضا آخر فيديو أو آخر مرحلة قمت بمعالجة مرض التقشب بدواء نوفاجيب. نحن نعمل إعلان مجاني كما تلاحظون للماركت أو العلامات التجارية، رغم أنه لا أحد يدعمنا
الكثير من الفيديوهات قمت بوضعها وإضافتها في القناة مؤخرا أصدقائي الفلاحين، أمس وقبل أمس، وأيضا الكثير من الفيديوهات قادمة لكم لكي يستفيد الجميع. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. إذا استفدت يمكنك الاشتراك في القناة إذا لم تنضم بعد، ودعمنا بضغط زر الإعجاب وترك تعليق يحفزنا وفيه استفسار. نلتقي في فيديو قادم على السريع وسريعا. دمتم في رعاية الله، حظ موفق مع أعمالكم الفلاحية، دمتم بخير وإلى اللقاء.